السلام عليكم، معكم لطيفة من قناة Everything with Lola. اليوم غادي نقدم لكم سلطة البطاطس اللذيذة والرائعة، مكونات سهلة وبسيطة. هذه السلطة ممكن تكون سلطة مرافقة لمجموعة من السلطات أو طبق رئيسي، وكيف ما هي ممكن تكون وجبة غداء بالنسبة للناس اللي هما خدامين وكيبغيو يديو معهم الغداء ديالهم. فغادي نوريكم الفكره ديال وجبه الغداء كيفاش دايره. دونك نبداو على بركه الله. فبالنسبه لهاد السلطه غادي نحتاجو، كيف قلت لكم بما انها وصفه بطاطس، فغادي نحتاجو البطاطس. طبعا غادي ديروا الكميه على حسب عدد الاشخاص. انا البطاطا سلقتها بقشورها بيان سور وخليتها حتى بردات، وقطعتها نصفين، ومن بعد قطعتها انصاف دوائر وخليت لها القشره ديالها. القشره جوست باش يكون الوان هكا مشكله، بينما ما بغيتيوش القشره ممكن تحيدوها. يعني هو من الافضل القشره الا غادي تحيدوها ملي تكون سخونه، والبطاطا تخليوها حتى تبرد وعاد قطعوها باش ما تفرتش لهم. هو الفكره غير باش يبقاو هكا طريفات شويه كبار، مي نورمالمون ملي كنبداو نحركوا فيها راه كتبدا تكسر شويه، مي معليش. الو، الحاجه الثانيه اللي غادي نحتاجوا ليها هو الكرافس او السيليغي، فهو مقطع بهذه الطريقه. هادو الكرافس عوادي لما كنقطعوه بهذا الشكل هذا. الا ما كاينش عندكم كرافس ممكن ما ديريوهش. نحتاجوا البيض مسلوق. انا هنايا درت هاد الوصفه هذه، فهي بالنسبه لشخصين الا كانت سلطه مرافقه، الا كانت كوجبه فهي لشخص واحد. درت جوج بطاطات حمرين كبار، ماشي كبار، موين، معاهم جوج ديال البيضات مسلوقين ومقطعين بهذا الشكل هذا. عندنا هنايا بصله صغيره من هذا الحجم مقطعتها، هي مكعبات صغيره، والا ما عندكمش بصله صغيره ممكن ديروا جوج معالق كبار ديال البصله مشلطه. غادي نحتاجوا هنايا درت الكورنيشون، ثلاثه ديال الحبيبات ديال الكورنيشون قطعتهم بهذه الطريقه طرفه صغار. غادي نحتاجوا معلقه ديال المعدنوس للتزيين، غنحتاجوا معلقه صغيره من المطارد، ثلاثه حتى لربعه المعالق ديال المايونيز على حسب الذوق، وغادي نحتاجوا معلقه كبيره ديال الماء ديال الكورنيشون، كيجي هائل ملي كتزيد تخلطوه معاها. الوغ نبداو على بركه الله نخلطوا المكونات مع بعضياتهم. الوغ باش تشوفوا معايا، دونك نديروا الكرافس او السيليغي، نديروا البيض، نديرو البصلة، الكورنيشون. ما الكورنيشون ممكن تزيدوه الا حبيتو ديرو كثر، معلقة هاد المعدنوس نقطع هكا شويه. الوغ دابا غادي نبداو في المكونات الاخرى، ما زيدتش معلقه صغيره، غادي ناخذها من هنايا معلقه صغيره ديال عفوا ديال المطاب اللي خصنا نحركوه دائما قبل ما نستعملوه. بهذا الشكل هذا نديرو معلقه ديال الماء ديال الكورنيشون، معلقه كامله باسكو القرعه مازال عندي عامره. غادي نديرو كيف قلنا ثلاثه حتى لربعه المعالق، انا غندير دابا ثلاثه ديال المعالق، نتوما الا حبيتو ديروا ربعه المعالق راهم كيجيو تاعهم مزيانين. انا غير كنحاول انني نقص من الدهن، واخا راه تبارك الله هذه سلطه غنيه بزاف، فاللي داير الريجيم شنو نقول لكم، ما ننصحكمش بها كل نهار، مي راها بنينه بزاف. الوغ نحاولوا نحركوا، نحرك بهذا نحركوا بهذه الطريقه، نحاولوا اننا نحركوا بشويش باش ما تهرسش لينا البطاطا. مي كيف ما قلت لكم واخا تهرس راها كتجي لذيذه. وعلى فكره هاد السلطه بحال مثلا الناس اللي غادي يديوها يتغداو بها، فمن الاحسن يحضروها بالليل، فهي كل ما جلسات كل ما تشربت هذيك المكونات فهي كتجي هائله في المذاق. كل يعني
واخا على الاقل نخليوها غير جوج ديال السوايع مثلا. الا غادي نديروها باغ اكزومبل كصلاطه مرافقه وبغينا نوجدوها في داك النهار نيت، على الاقل واحد جوج السوايع نخليوها ترقاد مع الصلصه ديالها. فكيف قلت لكم كتجي غزاله. الوغ بطبيعه الحال نسيت ما قلت لكمش الملحه والبزار، لان انا البطاطا ملي سلقتها راني ما درتش فيها الملحه. الملحه حاولوا ما تكثروش بزاف، لان اصلا درتيو الخيار المخلل فهو مالح ديجا. انا غادي ندير كيف كتشوفوا هانتوما معايا ثلاثه المعالق كبار ديال المايونيز راهم كافيين، ملي بغى يزيد راه كتجي كريموز كثر. دونك الملحه كنضرب بركه. المهم الملحه والبزار راكم عارفين على حسب الضوء والبزار. حركوها البطاطا ديالنا ها هي دي واجدة. دونك غادي نقدموها بالطحاوله الصافيه بهذه الطريقه. كنحاول نجمعو نهزو هكا شويه شويه من الحاجه من جميع العناصر. كيف قلت لكم راه كتكسر مي ماشي مشكل، وهذاك القشره ديالها فكتعطينا هذاك اللون الاحمر الجميل. وطبعا البطاطس كتبقى هي معشوقه الجماهير كيف كيقولوا، لان فريمون كلشي كيبغيها الكبار الصغار بجميع الاشكال ديالها. دونك هذا هو الطبق النهائي ديالنا الا كانت كسلطه مرافقه. الا شفتيو راه كتجي كاع اكثر من جوج ديال الاشخاص. الا بغينا نديروها كوجبه غداء فكنديروها طبعا في هاد السوبيرات اللي كيمشيو، من الاحسن يكونوا ديال الدجاج الا كان ممكن، الا ما كانش ممكن فممكن ديروا ديال البلاستيك. هما الاغذيه اللي حنا كنسخنوها بالنسبه للناس اللي هما خدامين وكاين الميكرو اوند عندهم في الخدمه، فا او فمن الاحسن يسخنوا الماكله في اواني زجاجيه. دونك بهذه الطريقه هذه، وطبعا كنديروا لها الغطا ديالها. هاد السلطه هذه الغطا باش تبقى بينا لكم. هاد السلطه ممكن نرافقوها بسلطه سلطه خضراء كمطيشه والخيار والخس، او ممكن نرافقوها هكا بفواكه او بجوج. هنايا عندي الميلون الشمام، عندي الكيوي، عندي العنب، عندي شويه ديال الفرماج. فانتوما ممكن ديروا على حسب الفواكه الموسميه اللي عندكم. هذه يمشي معاها، نديو معاها عصير او لا ياغورت او لا بجوجهم على حسب الشهيه ديالنا حنايا علاش قدينا. فكيف ما قلت لكم هذه الفكره بالنسبه للناس اللي كيديو معاهم الغداء للخدمه. بالنسبه الى كنتي غديريها سلطه مرافقه فكنظن هذه الكميه راها كافيه جدا بالنسبه لشخص واحد. كنتمنى ان الفكره ديال اليوم تكون عجباتكم، كنتمنى انكم تشتركوها مع الاصدقاء ديالكم، وكنتمنى كذلك الى عجبكم هذا الفيديو ديروا لايك للصفحه ديالي على الفيسبوك، ديروا لايك للفيديو وتشتركوا معايا في القناه ديالي على اليوتيوب. كنتمنى انني نكون خفيفه على قلوبكم. شكرا جزيلا على المتابعه والسلام عليكم.